كلوب دانفي. ما اشوف امه فين. زي الخازوق. انا مشغول يا امجد شويه وهكلمك. هستناكي تكلميني ضروري. مين بقى يا حبيبي اللي بتقول لها هستناكي؟ دي هيكون مين يعني؟ دي عميله، دي زينب. هات التليفون. لا مش هديك التليفون. هات التليفون فرجهولي. هات التليفون. فين الرساله؟ هتكون فين يعني؟ عندك. انت مسحتها يا زباله يا قذر. مسحت ايه ليكي بغبائك وانت بتشدي الموبايل؟ مسحتيها. اتصلي بزينب. مش متصل بزينب. اتصل بزينب يا امجد يا زباله. شت ولا كلمه. لازم تثقي فيا بقى وتصدقيني مش كده. اثق فيك ايه وانت كل حركاتك وسخه زيك؟ شت وطي صوتك. ادم يسمع. ادم يسمع؟ طالما خايف عليه قوي كده ما توسخش صورتك قدامه. يا اخي خليه لما يكبر يشوفك محترم بدل ما انت زباله ووسخ. كفايه قرف بقى، انا زهقت منك. قرف لما يقرفك ما تمدش ايدك عليا وسيب ايدي. مش هسيب ايدي. سيب ايدي اللي اهلك ما عرفوش يربوك يا زباله. اوعي تجيبي سيره اهلي يا بيه واطي. لا يا زباله، اللي امك ما مشاك يا حيوان. خلاصي بقى. بتقول انها شافته بيبعت رساله لواحده ولما شافها مسح، مع انه كان بيبعت لعميله عنده في الشركه. بطلي تصدقي اي حاجه، ابنك بيكذب. وانت بطل تيجي عليه كده دايما، ولو بيكذب ما هو من قرفها. خلاص يصاحب اي واحده اذا كان ده يرضيكي. انا ما اقصدش كده، انت ليه بتفهم كلامي دايما غلط؟ خلاص خلاص، هما فين؟ خليكي هنا ما تطلعيش فوق. ليه؟ عشان اخوكي قاعد مع استاذ ناجي. استاذ ناجي بتاع الكنيسه؟ من زمان قوي ما شفتوش، هو لسه عايش؟ اه، ما هو ماسك شؤون المتجوزين في الكنيسه هو ومراته جيهان. قلت اكلمهم يجوا يقعدوا معاهم. كانش ناقص غير ان انت تجيبي لهم جيهان كمان. ما هي قاعده مع امل. وايه اللي جاب امجد وامل اصلا؟ هي اتصلت بابوكي وراح جابها هي وادم، وامجد كان هنا اصلا. طيب انا اقعد فين بقى دلوقتي؟ خليكي قاعده معانا هنا شويه. انت فاكره ان ناجي ومراته هيعملوا حاجه؟ دول عباقره. انت فكرك ان هو ممكن يخرب بيته بنفسه ويطلقها؟ هو لازم يستحملها. ابنك لازم يتغير. مش هو اللي لازم يتغير، هي كمان لازم تتغير، عشرتها صعبه. بقولك ايه، انا مش عارف اتكلم معاك. الكلام معاك بيفور الدم، وبعدين اي راجل هو اللي بيجبر مراته انها تحترمه، وابنك ما بيعرفش يعمل كده. طب ردي عليه انت. خلاص يا ماما، خلاص يا بابا. ميف. حصل خير، مفيش حاجه جديده. قدومة تيجي اللون نصور؟ اوكي، انا لون باللون الازرق. وانت بتلون بايه؟ يدمروا الواد بغبائهم. انت حبيبي اللي مظلوم في الموضوع. اوعي تفتكري ان ناجي كان طول عمره ملاك. انا مش عايز اعيش معاها خلاص. دي انسانه لا تطاق، قله ادب، صوت عالي، شكاكه، وفي المقابل مفيش حاجه واحده عدله تخليني استحمل. وغير كده بقى عندها مشكله نفسيه مع اهلي غريبه، ومش عايزه تتغير. وخلاص انا حفظت المشاكل، اول ما المشكله تبدا الصوت يعلى، شتيمه في ابويا وامي من غير مبرر. يا استاذ نجدي بتمد ايديها عليا. انا خلاص واخد القرار، انا عارف ما ينفعش طلاق، نروح الكنيسه وانا انفصل بهدوء، وانا موافق جدا اعيش من غير جواز زي الفل كده. اهدى يا امجد. استاذ ناجي ارجوك، انا لا عايز حد يهديني ولا محتاج وعظ. انا عارف حضرتك هتقولي كويس، ما جمعوا الله لا يفرقوا انسان. انا بقول لحضرتك بقى، مش لما يكون ربنا هو اللي جمعنا الاول؟ امال مين اللي هو جمعكم؟ انا بغباوتي. انا مش عارف كنت بفكر ازاي ساعتها. ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا طبعا كان في عيوب ولسه في عيوب، بس انا كنت بستحمله، وتحت اي مسمى كنت بحترمه. ولو كان يحصل بينا مشكله ما كانتش تخرج بره حدود اللياقه، يعني ما يمدش ايده او يشتم، لان العيب بيجيب عيب والغلط بيجيب غلط. يعني ايه المطلوب مني دلوقتي؟ انه يعرف عليا بنات واسكت؟ يعايرني ويقول لي انت بيها انت واهلك واسكت؟ يضربني واسكت؟ هما جابوني ليه خدامه وانا ما اعرفش ولا ايه؟ لا انا ما قلتش كده، لكن علشان لازم يبقى عندك حكمه في حياتك عشان بيتك ما يخربش. ولو في اي حاجه انت مش قادره عليها اطلبيها من ربنا، هو اللي يقدر يغيرها. صدقيني انا في بدايه حياتي وفي اول جوازي كان بيني وبين ناجي مشاكل كتيره، وكنت
ادخل الاوضه واقعد اصلي وادعي له بالتغيير علشان ربنا يرضى عنه، مش عشاني لا، علشان يكسب نفسه وعلشان لو جرى له حاجه يكسب ملكوته وما يخسرش ويدخل الجنه وما يخشش النار. ما علينا، على العموم انا مش جاي النهارده علشان اوعظ هنا، انا جاي افكر في حل معاك. طب حضرتك ريح نفسك عشان مفيش حل. وابنك ادم حابب انه يكون بعيد عنك وتروح كل اسبوع تاخده وتشوفه ساعه ويرجع تاني لامه؟ ما هو ادم بقى هو اللي معطلني بصراحه يا استاذ ناجي، انا ما بحبهاش واضحه، ما بحبهاش، عايش معاها ازاي؟ طيب هي وحشه، انت فين بقى من ده كله؟ الحكايه مش حكايه كلام وبس، انت لازم تشتغل على مراتك وتغيرها بطريقتك زي ما بتعمل مع ادم. مش ادم لما بيشوفك بتعمل حاجه صح بيقلدك، وبالعكس لما بيشوفك بتعمل حاجه غلط ممكن يعمل زيك بالظبط. انا عايزك تتغير يا امجد علشان مراتك كمان تتغير، انت الراجل. وبعدين العقده من اهلك دي اوعى تحسسها بيها ابدا وترجع وتقول لي تاني عندها عقده من اهلي. يا استاذ ناجي، يعني انا دلوقتي المسؤول عن كل حاجه؟ اتغير واغير وانا الراجل؟ انا فين من ده كله؟ قصدك تقول ربنا فين من ده كله؟ ربنا مش في بيتكم يا امجد. انا مش هعرف اصلي عشان امجد، مش هقدر من جوايا. جوزك اكيد ما كانش زي امجد. لا، جوزي ما كانش زي امجد، جوزي كان اوحش واحد، ما بيدخلش الكنيسه خالص ومش عايز يصلي، وكل يوم سهر وخمره مع اصحابه اللي مش كويسين، وطبعا المساله كان فيها ستات. شفتي الصلاه؟ شفتي صلاتي عملت ايه عشانه؟ خلاه خادم في الكنيسه. لازم بالصلاه خلي السلام يدخل ويملى بيتك. صلي انت بس. احنا كنا في الكنيسه امبارح على فكره. وايه يعني؟ هي الحكايه مروح كنيسه وخلاص؟ لازم تروح الكنيسه وفي قلبك ربنا، مش كده ولا ايه؟ قولي انتوا بتصلوا مع بعض ولا لا؟ لا طبعا، واحنا بنقعد مع بعض اساسا؟ انت عارف الراجل اللي بيبقى متجوز ومخلف بيسموه ايه؟ بيسموه رب اسره. عارف يعني ايه رب اسره؟ رب يعني مسؤول عن كل الامور، عن حبهم، عن الاهتمام بيهم، عن رعايتهم. استاذ ناجي، انا خلاص عرفت رب الاسره، وربنا يسهل، ربنا يسهل. يا ريتك تعرف كلمة ربنا يسهل دي وانت بتقولها. ربنا يسهل لما انت تكون عاوز يسهل. ها؟ زفي معايا. استعملي؟